كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم وربنا يعدي الأيام دي على خير إن شاء الله. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان الأيام الجاية بإذن الله هنبدأ نراجع الأجزاء المهمة اللي جاية في الامتحان بالنسبة للصف الأول قبل الامتحان والصف الثاني الثانوي قبل الامتحان. أما بالنسبة لسنة تالتة ثانوي هنعمل دروس نشرح فيها الأسئلة المهمة اللي جاية في الامتحان، زي مثلا باراجراف إزاي تحل محادثة بسهولة، وإن شاء الله النهاردة هديك نصايح إزاي تذاكر في رمضان. أول حاجة أنت عندك من بعد السحور إن شاء الله كده من الساعة 4 الفجر لحد الساعة 10 الصبح دي كلها مذاكرة، يعني كده حوالي 6 ساعات تقدر تذاكر فيهم جزء صعب جدا. ممكن في الست ساعات دي تذاكر فيهم مادتين، كل مادة 3 ساعات. عندك من الساعة 10 للساعة 11 ديت ارتاح فيهم، يعني دي فترة مفتوحة ليك اعمل اللي انت عايزه في الساعة دي. بعد كده من 11 للساعة 2 تنام نوم كويس، يبقى انت كده نمت حوالي 3 ساعات وذاكرت من الساعة 4 للساعة 10 6 ساعات متواصلة مادتين صعبين جدا عندك. من الساعة 2 ل5 تذاكر تاني، يبقى عندك كده ذاكرت من 2 ل5 3 ساعات جزء برضو صعب. شوف مادة كده مثلا زي الانجليش، ولو انت علمي زي الفيزيكس زي الكيمستري اي حاجة من دول. عندك بقى بعد كده من الساعة 5 للساعة 8 دي فترة مفتوحة، حياتك هتقعد سواء تكون هتصلي هتفطر هتقعد مع الأسرة. من الساعة 8 للساعة 10 تبدأ تحل وتراجع، شوف بقى اللي انت ذاكرته ده تحل عليه في البوكليتات امتحانات العوام السابقة لأنها هتفيدك جدا. وأهم حاجة في الشهر ده إن شاء الله اللي هو قبل الامتحان تحل كتير، يعني على قد ما تقدر تحل. وبعد كده من الساعة 10 بالليل للساعة 3 تنام نوم كويس، يبقى انت كده نمت 5 ساعات تاني تقدر فيهم تقوم ذهنك صافي تتسحر وتبدأ تاني من الساعة 4 وهكذا وهكذا. لو قدرت تعمل بالجدول ده يبقى انت حضرتك ذاكرت في الأول 6 ساعات متواصلة مادتين، وبعد كده ذاكرت جزء صعب تاني 3 ساعات، يعني كده 9 ساعات مذاكرة. ومن الساعة 8 ل10 بالليل انت حليت حاجات كويسة وامتحانات والكلام ده. يارب أكون قدرت أفيدك بالنصايح ديت، حاول تعمل بيها وإن شاء الله ربنا هيوفقك بإذن الله. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس لأن الأيام الجاية بإذن الله هنزل لك فيديوهات مفيدة جدا هتنفعك بإذن الله وهتنفع كل الطلبة، وربنا معاك وبالتوفيق وبالنجاح إن شاء الله. أشوفكم في الفيديوهات الجاية.